dicen que en la plaza en estos días. في قلب حي البيدادو في العاصمة هافانا يقع مركز فيديل كاسترو، بناء تم ترميمه ليكون متحفا لتخليد إرث زعيم الثورة الكوبية وفكره. هنا في هذا المتحف كل تفصيل له رمزيته، وفي كل مساحة قصة ترتبط بحياة فيديل. هنا حديقة مليئة بالنباتات والرموز المرتبطة بحياة فيديل. الأشجار والصخور تعود إلى نهري لا بلاتا وكاربانتيرو بالقرب من القيادة العامة للجيش الثائر في جبال سيارا مايسترا، وهي الصخرة نفسها التي يحفظ فيها رماد فيديل. في صالاته التسع المزودة بأحدث التقنيات، يمكن لزوار هذا المركز التعرف عن قرب على حياة فيديل، على زيه العسكري والبندقية التي استخدمها في نضاله الثوري، أو سمته وخاصيات أخرى، بالإضافة إلى الكتب التي قرأها. إضافة إلى المساحات الأخرى، يضم المركز 9 قاعات تعد مقصدا رئيسيا للزوار للتعرف إلى كل ما يتعلق بالقائد فيديل، وبتقنيات حديثة لتسهيل الوصول إلى المحتوى الكبير ل90 عاما من حياة فيديل. ويهدف المركز الذي تم تشييده في الذكرى 5 لوفاة فيديل إلى تعريف الأجيال الشابة بهذا القائد الذي لا يتكرر كما يصفه من عرفه عن قرب. فيديل أب رائع واستثنائي، وأعتقد أنه كان يعتبرني ابنا له. هو أعظم شخصية عرفها القرن 20. فيديل شخص لا يمكن تعويضه، والشعب سيتابع نهجه حين يغادرنا جسديا. عروة محمود، هافانا، الميادين.